مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب، أسعد الله مساكم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل. مع انطلاقة الشوط العاشر لفئة الحيل ينطلق من مسافة 8 كيلومترات، هي الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات الباحثة عن النصر والإنجاز، الباحثة عن الناموس. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول مع هذه الشعارات المشاركة والمتحدية من أجل الناموس. نتابع البداية ونتابع التحدي مع مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتابع بداية وانطلاقة هذا الشوط، هناك المتواجدة مع انطلاقة المركز الأول مباشرة مع التحدي والمنافسة. هنا من يشارك، من يتقدم بمساري وتحدي وانطلاقي هذا الشوط، من تحمل الرقم 34، ولكن أيضا التواصل مع اليذابة لزايد بن محمد بن سيف بن حمد المزروعي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك أيضا مجهولة لم تصلنا أي معلومة عنها مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث. نتابع التواصل مع وقى لمحمد بن سالم بن ثعلوب الكتبي الشحانية، هي من تحمل الرقم 34 مع المركز الثاني محمد بن ناصر بن طيبيل المري، يصل مباشرة إلى التحدي وإلى ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هنا المشاركة مع وقال محمد بن صالح بن ثعلوب الكتبي يتواجد بموقع التحدي والمنافسة، يشارك بهذا التحدي على المركز الثالث المركز الرابع. نتابع الغدوم مع دارة لعبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، أيضا يشارك بهذا التحدي ويقدم لنا شنذاره مع المركز الرابع، يتواجد مباشرة بتحديات وانطلاقة هذا الشوط، بينما المركز الخامس أيضا تواجد غيارة محمد بن راشد بن حمد الهاجري، يتواجد بهذا الانطلاق وبهذا التحدي مع تواجد شعار بن سلامة على المركز الخامس، يشارك ويقدم لنا غيارة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين في كل مكان للخمس المراكز الأولى المشاركة والمتحدية بمساري وانطلاقة هذا الشوط، بهذه الأجواء المتميزة والرائعة، بهذه التحديات الجميلة وبهذا الانطلاق. نتابع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة الباحثة عن النصر والناموس، الباحثة عن الإنجاز. نتابع البداية ونتابع التحديات الأولى الجذابة مع مقدمة الشوط، هناك المشاركة مع زايد بن محمد بن سيف بن حمد المزروعي، يقدم لنا الجذابة من تجذب الانظار في مقدمة الشوط وتشارك بتحديات المقدمة، بينما المركز الثاني. نتابع الغدوم هنا مع وقى لمحمد بن سالم بن ثعلوب الكتبي، يتواجد ويشارك بتحديات وقى على المركز الثاني، بينما المركز الثالث. نتابع شنذارة بدأت تتحرك بدورها من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى ثالث تحديات هذا الشوط بشعار عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، يتقدم إلى دائرة النداء وإلى دائرة المنافسة، بينما المركز الرابع هناك التواجد مع الشحانية محمد بن ناصر بن طريبيل المري، يتواجد ويقدم لنا الشحانية المتواجدة مباشرة بمنافسة وتحديات هذا الشوط على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مشاركة غيارة محمد بن راشد بن حمد بن سلامة الهاجري، أيضا يشارك بتحديات هذا الشعار المتميز والجميل، ينطلق بتواجد غيارة
المركز الخامس مشاركة بتحديات ومنافسات. هذا الشوط، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز، تشارك من أجل الناموس ومن أجل الانتصار بهذا التحدي من أرضية ميدان التحدي وبهذا المهرجان الكبير بآخر أيامه. نتواصل بتحديات هذه الشعارات المشاركة والباحثة عن الإنجاز. نتابع البداية بعدما تممت على مسمكم النداء الثاني للخمس النجوم المتألقة بهذا المساء. نعود مباشرة مع تحديات البداية الجذابة، ماذا ما زالت تجذب الأنظار في مقدمة الشوط لزايد بن محمد بن سيف بن حمد المزروعي، يقود هذه الانطلاقة والتحدي مع مشاركة الجذابة على مقدمة الشوط. ما زالت تحافظ وما زالت تسيطر على الصدارة وعلى التحدي من انطلاقتها الموفقة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني نرى هنا مشاركة والتحدي مع وقى لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، يشارك بهذا التحدي ويقدم لنا وقى مشاركة بهذه المنافسة المشرفة. المركز الثالث، هنا التقدم، هنا الانطلاق والتواصل بأول نداء من وصلت بهذه اللحظات مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن لحول المري، بدأت تغير مذيار من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى تحديات المقدمة بهذه الانطلاقة، تحديات المقدمة مع مذيار الذي بدأت تتسلل بدورها إلى صدارة الشوط بانطلاقتها الموفقة مع شعار حمد بن عبد الله بن سعيد بن لحول المري، يتقدم مباشرة إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني أيضا هنا ذخيرة لزايد بن مصعود بن غانم آل سيف الخيارين، أيضا بأول نداء تشارك ذخيرة بهذه المنافسة مباشرة إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا أيضا أول مشاركة بهذه النداء مزنة لمحمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي، يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا التقدم مباشرة مع الفائزة لحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري، أيضا يتواجد بمشاركة وبانطلاقة الفائزة. من تريد أن تفوز بناموس هذا الشوط تشارك بأول نداء مباشرة إلى المركز الرابع المركز الخامس. نتابع انطلاق وتواجد الهمالة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، أيضا يشارك بأول نداء ويقدم لنا الهمالة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس الأسماء الجديدة، للخمس الأسماء اللامعة الواصلة مباشرة إلى دائرة النداء ودائرة النزاع والصراع من أجل الناموس ومن أجل السيارة بهذه الشعارات وبهذه الأسماء اللامعة مع الكبار من يتحدوا بهذا المسار الجميل. نعود مباشرة مع البداية، الفائزة بدأت تتحرك نحو الإنجاز ونحو الانتصار ونحو الناموس بشعار حمد بن صالح بن حمد القمرة، يشارك وينطلق مباشرة مع بداية هذا الشوط المزعج عتيق. المزعج عتيق بن حمد بن قريع المري من يتابع وبانطلاقة هناك الفائزة على مقدمة الشوط، ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع القدوم والتحدي مع تواجد ذخيرة لزايد بن مصعود بن غانم آل سيف الخيارين صياد الرموز، يتواجد بهذا التحدي وبهذا المسار وبانطلاقة، أو هناك من تشارك مزنة لمحمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي، أيضا يتواجد مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الثالث ذخيرة لزايد بن مصعود بن غانم آل سيف الخيارين، ينطلق مباشرة بثالث تحديات هذا الشوط، بينما المركز الرابع نتابع القدوم ونتابع التحدي من بدأ تتسلل بدورها إلى المركز الثالث. هناك خيرة أحمد بن محمد بن سلمين المزروعي بأول نداء، يقدم لنا خيرة مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا مشاركة والتحدي مع تواجد حربة بأول نداء، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يشارك بهذه المنافسة، يقدم لنا حربة على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مشاركة وانطلاقة شوهين أغدير بن عبيد بن علي الاكتبي، يتواجد مباشرة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس النجوم المتألقة، للخمس النجوم اللامعة بمساري وتحدياتي هذا الشوط مع السيارة التي تنتظر عند خط النهاية، ولكن الفائزة تعبر
متر، لوحة الألفين متر الأخيرة، لوحة الكيلوين متر الأخيرة، الفايزة هي الأقرب لتحقيق الناموس، هي الأقرب لناموس هذا الشوط. حمد مصاحب الحمد، القمرة مع البداية، السندباد القطري يقدم لنا عطاءات الفايزة. من تود أن تفوز بناموس هذا الشوط وتهدي السلامات إلى السندباد القطري مع البداية ومع القيادة والريادة بانطلاقة الفايزة على مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني هنا حربة، حربة تقترب بهذه اللحظات بشعار أريده، تتقدم نحو المنافسة وتتقدم نحو التحدي والمنافسة مع انطلاقة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، يصل مباشرة إلى المركز الثاني. حربة تشارك هذه المنافسة وتريد أن تحصل على حربة ناموس هذا الشوط. المركز الثاني هنا انطلاقة مزنة محمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي أيضا يتقدم إلى المنافسة وإلى التحدي مباشرة مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم ونتابع الانطلاق مع تواجد الشعارات اللامعة والمتميزة المشاركة بهذه المنافسة المشرفة. هنا الانطلاق والتحدي مع تواجد شواهين أغدير بن عبيد بن علي الكتبي على المركز الرابع، وخامسا تواجد خيلة أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء والمسيطرة على التحديات المقدمة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير المزعج بدأ بالإسعاد، وما أجمل هذا الإسعاد. الفايزة ما زالت تتقدم مع حمد بن صالح بن حمد القمرة مع بداية هذا الشوط. السندباد القطري هو الأقرب لتحقيق الإنجاز، الفايزة هي الأقرب للفوز مع تحديات. هذا الشعار شعار السندباد القطري مع البداية، ولكن حربة، حربة تصل. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يشارك بهذه المنافسة. حربة والفايزة، الفايزة وحربة، مشاركة قوية ومثيرة مع اللحظات الأخيرة مع الثنائية المتميزة بقيادة الفايزة وبتواصل حربة على المركز الثاني. ولكن وصلت بهذه اللحظات خيرة مع المركز الثالث بتواجد أحمد محمد بن سالمين المزروعي، وهنا المشاركة مع مزنة محمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي. ولكن الفايزة، الفايزة وخيرة، خيرة والفايزة، خيرة تتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط. أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي مع مقدمة هذا الشوط بهذه الانطلاقة تتسلل مباشرة إلى التحدي وإلى المنافسة وإلى الإنجاز وإلى الانتصار وإلى الناموس. السيارة تقترب مع خيرة، وخيرة تقترب من الناموس، تقترب من الإنجاز. تهانينا والف مبروك من هذه اللحظات، وسلام وتحية واحترام لأحمد بن محمد بن سالمين المزروعي من حقق هذا الإنجاز مع خيرة. تهانينا والناموس. المركز الثاني حربة، وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثالث مزنة لمحمد بن راشد بن محمد بن حي الهاملي. المركز الرابع وصول الفائزة لحمد بن صالح بن حمد القمرة. المركز الخامس رابعا او المركز الخامس غيارة لمحمد بن راشد بن حمد الهاجري. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، ها هي المنافسة وتحديات هذا الشوط. خيرة هي من انتزعت ناموس وحققت الانجاز، جاءت بتوقيت زمني وقدر من مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 8 ثواني 5 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد احمد محمد بن سالمين المزروعي. المركز الثاني وصول حربة للسيد وليد محمد ابراهيم السيد، جاء بتوقيت زمني وقدر 13 دقيقة 10 ثواني جزءا واحد من الثانية. تهانينا والناموس للسيد وليد بن محمد ابراهيم السيد. المركز الثالث وصلت مزنة بتوقيت زمني وقدر 13 دقيقة 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمحمد بن راشد محمد بن هيل هاملي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.